مالومو السويدي زينات الروسي دور أبطال أوروبا الجولة الخامسة. وإن شاء الله كيفاش كانت المباراة، مباراة اللي كانت شيقة، مباراة اللي شنا سوران ريكس الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 28. شاهدنا كيفاش مالومو السويسري السويدي اللي لعب خطة، يعني خطة دفاعية محضة، لعب 5-4-1 يعني، وين لعب ولعب الكرات المرتدة رغم أنه تحمل عبء المباراة جون دال اللي دخل بخطة هذه 5-4-1. شاهدنا كيفاش سيراج المدرب تاع زينات يعني وين دخل بخطة 3-4-2-1 يعني، وكانت مباراة كانت تلعب على جزيئات صغار، وين تلعبت على جزيئات صغار. شان يوهان يعني في الحراسة تاع المدرب تاع الحارس تاع مالومو السويد اللي لعب دور كبير، نيكلاس يعني كيفاش إيراك، شنا آني شنا يعني وين سيرجيو أوسكار يعني وين شنا ريكس شنا كيفاش فيليكو شنا كولاك يعني وين كانت المباراة وين شنا مارتين شنا كيفاش أدريان اللي دخلوا في الشوط الثاني. شنا زينات الروسي وين ميخائيل في الحراسة يعني ديان شنا دوغلاس شنا كيفاش ويليام شنا كيفاش مالوكام يعني أرتيم يعني شنا كيفاش إسكندر شنا أندريا اللي دخلوا في الشوط الثاني لكن بدون جدوى. وين نقولوا بلي وين مالومو اللي عرف كيفاش يلعب في الدفاع كلية، لعب 5-4-1 يعني، ولعب على الكرات المرتدة اللي كانت خطيرة يعني، لعب على الكرات المرتدة. هذه هي الجولة الخامسة، مالومو السويدي زينات الروسي دور أبطال أوروبا. كان انتهت هدف لهدف وين شنا معلومة وين كان فائز وين شنا وين زينات الروسي وين عدل النتيجة في الوقت، نقولوا باللي في الوقت يعني في الوقت حساس. هذه هي المباراة الجولة الخامسة دور أبطال أوروبا، معلومة هدف زينات الروسي هدف وين شنا وين بروسلاف الذي سجل في الوقت الضائع في الدقيقة عن طريق ضربة جزاء صحيح.